مرحبا يا حلوين، اليوم بدنا نتعلم سوا كيف نعمل كوكيد الرق. تابعوني بأجمل كوكيد الرق ممكن ينعمل. لمقادير كوكيد الرق بدنا نص كاسة زبدة بحرارة الغرفة، كاسة وثلثين من الدقيق، نص كاسة سكر بودرة، ثلاث ملاعق لبن، ملعقتين صغار بيكنج باودر، برش ليموني، بدنا ملعقة فانيلا، بيضة واحدة، رشة ملح، للزينة بدنا سكر يكون خشن نوعا ما، صحنين فاضيين بنحط فيهم شوية مورد مع مي، بنخلطهم مع مي وبنحط فيهم ملونات غذائية. راح استخدم اللون الأصفر وراح استخدم اللون الأحمر، وسوا منبلش بالكرة. هلا خلينا نحضر لعجينة الكوكي مع بعض. بدنا نخفق نص كاسة الزبدة اللينة مع نص كاسة سكر البودرة. راح نحط فوقهم بيضة مع مقدار اللبن مع رشة ملح مع شوية فانيلا مع برش الحامض. كاسة وثلثين طحين، ملعقتين بيكنج باودر صغار يعني يكونوا، نخفقهم شوي ونرجع نضيفهم للخليط. نستخدم ملعقة البوزة، أفضل تطلع القياسات نفسها، ومنصير نعمل كور نلفهم ونحطها. هلا جهزوا الكوكيز عنا، نضغط عليهم شوي قبل ما فوتن على الفرن عشان ما يطلعوا نافشين كثير. بنفوتن على الفرن 350 فهرنهايت اللي هي 170 لل 180 سلسيوس من 13 ل 15 دقيقة. هدول هني تحمروا هيك صاروا من تحت، بنحاول نستناهم تقريبا شي 5 دقائق بس يبردوا شوي، وبهاي الطريقة بنرجع شو بنعمل، بنفرغهم من النص وبنستخدم القلب اللي رح يطلع معنا من كل البسكوتات للحشوة. وهلا في الخيارات المفتوحة عنا لتحضير الحشوة، بدنا نجيب مي مع ماور نحطهم بصحنين، وحدة فيها بنحط صبغة صفرة، وحدة بنحط صبغة حمراء. بنضيف للبسكوت مربى مشمش. هلق بنحط المربى مع البسكوت للحشوة، والحشوة خياراتها كتير مفتوحة، يعني ممكن نحط مربى على الحل مع البسكوت، ممكن نحط مربى من غير البسكوت، ممكن نزيد للمربى جوز الهند، ممكن نزيد له بودرة اللوز، أنا بدي زيد له شوي بودرة اللوز، ممكن نحط نوتيلا على الحل. الخيارات مفتوحة بالحشوة، بنخلطهم منيح ونحطهم بكيس الحلواني ونبلش نشتغل فيها. هلا بنبلش نحشي الحبات.
اللي رح نعمله رح نغطي الحبات باللون الاول، نرجع نكفي عليهم باللون الثاني، نرجع نغطي بالسكر. هذا الشكل النهائي اللي طلعنا فيه بحبة الدراق، لك ما أحلى منظرة. شوفوا من جوا تتفت، إن شاء الله تعجبكم. بعد ما حشينا هدوكي بالمربى، لسه حبيت أجرب النوتيلا كيف بتطلع معه، طلعت طعم خيالي. بنعملهم مثل ما عملناهم بالاول، نحطهم بالالوان بعدين بنغطهم بالسكر وبنتركهم على جنب ليبرد. وهيك بتكون وصفتي خلصت معنا لهذا الاسبوع هذا، بتمنى تعجبكم، بتمنى تعملوها وجربوها تعطوني رايكم.